السلام عليكم. مساء النور سي الحاج. حياك الله خويا. مرحبا بخير، مالك انت جيد؟ كلشي بخير. الله يبارك فيك اخويا علي. الحمد لله بارك الله فيك اخويا الحاج. انا حاج بيت الدعم على رحمك الوالدين، الدم كيحبس فيا من كنت صغير. اييه. ودابا اليوم غنمشي عند الطبيب ونقي لي الضفة. اييه. وبغيت تحبس لي هذاك الدم، بغيت تدعي معايا دير لها شي دعاء، شي الايات ديال القران ديال النزيف الله يرحم والديه. اييه. وواحد المساله اخرى الله يرحم والديه، الا كان قرا القران دابا مره كان نهز المصحف ما كانتوضاش. واحد سميتو ما كانكملش عاوتاني السوره، كان الا كانت السوره طويله كنقرا فيها واحد الشويه وكنحبس. اييه خويا. عاوتاني عاد كنكمل عليها. اي نعم الحمد لله. الله يتقبل اخويا، الله يتقبل سيدي علي. شكرا لك اخويا علي، شكرا لك حفظك الله. بين المراد ديالك الله يرحم والديك، انت ولي على شي حاجه اخرى الله يرحم والديك. واخا اخويا علي على راس العين يا الف مرحبا، حفظك الله ورعاك الله. واجيبك باختصار اخي علي، اول شيء القران الكريم هو كلام الله تعالى الطاهر المطهر المقدس. ربنا قال لا يمسه الا المطهرون. هل هذا راجع للقران أم للوح المحفوظ؟ العلماء اللي قالوا بأنه يعني به القرآن أوجبوا واشترطوا الوضوء عند لمس القرآن، لابد من شرط أن تكون طاهرا، والمرأة إن كانت حائض تلمسه بحائل، يعني بينها وبينه حائل واحد زيف أو قفازات. لكن من قال بأن التفسير قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعود إلى اللوح المحفوظ، قالوا هم الملائكة هم مطهرون أصلا، فهو لا يستلزم مس القرآن أن تكون طاهرا بالوضوء التام، وإنما هو من باب الاستحباب، فليس شرطا ولا واجبا أن تكون على وضوء حتى تتمكن من لمس القرآن وقراءته. هذا يخرج إلى الاستحباب. مستحب كلام الله لا نلمسه ولا نقرأه إلا ونحن على طهارة تامة. فإذا كنا قد افتقد الطهارة فلا ضير ولا حرج وأنت غير متوضئ تلمس القرآن وتقرأه. فهناك مذهبين اثنين، الأول يشدد والثاني هو ييسر. والصواب أن الإنسان يحرص دوما على أن يكون طاهرا متوضئا، لكن إذا تعذر عليه لا ينبغي أن يحرم نفسه من ثواب القراءة، يقرأ القرآن العظيم. ليس شرطا أن تقرأ السورة بكاملها، هناك سور من المفصل فيها أربع خمس أحزاب، ولا يمكن الحزب ممكن أن تنتهي منه في نصف ساعة أو في ساعة حسب الترتيل أو التدوير أو الحظر، طريقة القراءة السريعة أو المتوسطة أو البطيئة. ممكن حزب يأخذ منك نصف ساعة أو يأخذ منك ساعة. فإذا كانت سورة البقرة مثلا فيها حوالي خمسة أحزاب ليس مطلوبا منك أن تتمها. ربنا ماذا قال؟ قال فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه. ولو تقرأ ثلاث آيات، ثلاث آيات فقط تكفي، فيها بركة ونعيم، وإن زدت كان أفضل. فلا تشغل بالك بأنك يجب أن تختم السورة، اقرأ ما تيسر منها وضع علامة في المصحف، وحينما تفرغ من أعمالك ارجع إلى العلامة واستأنف من هناك. والحمد لله القرآن الكريم راه مرقم وفيه الترتيب، فيه الثمن والربع والنصف، وكاين الصفحة، رقم الصفحة ورقم الحزب ورقم الآية. وداخل كل مصحف هناك خيط، واحد خيط صغير يوضع في التجليد يكون كعلامة في الصفحة التي انتهيت إليها، وهكذا تواصل بإذن الله. فهنيئا لك أنك من أهل القرآن ومن أهل التلاوة، هنيئا لك أخي علي. الآيات التي هي خاصة بالنزيف، إذا كان عندك نزيف ممكن تذهب إلى الطبيب يشخص لك الداء يعطيك الدواء المناسب. لكن إذا تعذر عليك بعض الناس في البادية أو في أماكن بعيدة، أو جاءتهم نزيف بالليل ما عنده دواء، أو جاء في الويكاند في نهاية الأسبوع الطبيب غير 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 متاح له زيارته، ماذا يفعل؟ هناك آيات توقيف النزيف، ومنها قول الله عز وجل قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. فهذه الآيات تتحدث عن قصة سيدنا نوح عليه السلام والطوفان والسفينة والأمطار الغزيرة
ولما عم الغرق الكوكب الأرضي ربنا قال هذه الآيات، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي وغيض الماء. فهذه الآيات تقرأ على من به نزيف، إما في أسنانه أو في عرقه أو في أي مكان، يضع يده السبابة، الأصبع اللي كان يقول به تحية لله الزكية إلى السبابة، نضعها على مكان النزيف ونقرأ هذه الآيات مرارا. نقرأ الفاتحة أولا، الفاتحة هي استفتاح، ثم نقرأ الآية المقصود بها الأمر، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي إلى آخر الآيات، ثم نقرأ في الختام تبركا بالإخلاص والمعوذتين، وإن شاء الله تعالى يتوقف النزيف، يتوقف على قدر إيمان الإنسان وعلى قدر إخلاصه لله. فأسأل الله الكريم أخي علي، الله يشفيك ويعافيك ويداويك ويمتك بالصحة والعافية وتمام العافية، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى الله وبركاته. أجركم الله في الوالدة. الله يطول عمرك بنتي، حفظك الله ورعاك. فرحان ومشدي اليوم خط. يا مرحبا بنتي، الله يعلي مقامك. بيتك داعية مع الوالدة الله يرحمها والوليد الله يرحمه ونزل عليهم رحمة الله. الله أكبر. الوالد توفى لي فاش كان عندي عام ونص. الله الله. الوالدة دابا 4 سنين باش توفات. إن لله وإن إليه راجعون. داعي لي مع أخوتي طيب يخليهم مطول عمرهم. يا رحمن يا رحيم. يا رب يا كريم. بخصوص محمد خويا الله يعطيه صحيحته. يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي يا كريم. الله يحفظك بنتي يا ربي يا كريم. الله يكمل لكم الرجاء. الله يكمل لكم الرجاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنشكرك بنتي على التواصل ديالك، وهذه فرصة لكي نستحضر الأموات ديالنا أجمعين. مرة أحد العلماء سأله رجل، قال لي هل أنا من الصالحين؟ فما هو الجواب؟ بماذا تعرف أنك أنت من الصالحين؟ قال له إن كنت تدعو لوالديك فأنت من الصالحين. قال لي كيف؟ قال لي الحديث النبوي الشريف يقول أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، وإن كنت تنسى والديك فلست من الصالحين بقدر نسيانك لهم. فمن علامات وأن الله يشهد لك بأنك صالح وأنك أنت صالحة هي أن الإنسان العبد يدعو لوالديه الأموات خصوصا والأحياء. لهذا ينبغي أن نكثر من قولنا رب اغفر لي ولوالدي، لأن تجمع بين عبادتين، عبادة البر والاستغفار، بر الوالدين واستغفر الله تعالى، رب اغفر لي ولوالدي. فأسأل الله الكريم بنتي الله يرحم الوالدة ديالك والوالد لاله عزيزة. وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام، ونحن ليلة الجمعة، لا شك أن كل واحد منا فقد أحبابه وأقاربه، الكثير منا فقدوا العائلة، فقدوا الوالدين، فقدوا الأجداد، فقدوا الأحباب، فقدوا المقربين. هذه فرصة ندعو لوالدينا أجمعين، إذا كانوا على قيد الحياة الله يمتعهم بالصحة والعافية وتمام العافية، ويجعل أوقاتهم بالذكر معمورة وبالصلاح دائما مستمرة. وإذا كانوا بالأموات راهم كينتظروا منا الرحمة، وكينتظروا منا الصدقة، وكينتظروا منا الدعوة. وهذه ليلة معظمة، وهذا وقت متأخر من الليل، فكل واحد منكم يستحضر من مات له من الأقارب والأحباب، والدين، أعمام، أخوال، أجداد، أبناء، إخوان أو غير أو جيران أو أصحاب، وندعو لهم جميعا ونقول اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا رب العالمين، يا من سمى نفسه اللطيف الغفور، يا أرحم الراحمين، اللهم إن هؤلاء عبادك قد رحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، وإنهم الآن عندك يفترشون التراب ويتغطون بالتراب ويحتاجون للرحمة. فاللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، نسألك اللهم أن تغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم ارحمنا وارحمهم أجمعين. اللهم عافهم واعف عنهم أجمعين، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم،
واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا الله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم في هذه الساعة المتأخرة من الليل ولعلها ساعة إجابة، نسألك اللهم أن ترحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، واجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلهم في بطون القبور مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. يا رحمن يا رحيم، اللهم آنس أمواتنا في قبورهم، آنسهم في وحدتهم، آنسهم في وحشتهم، آنسهم في غربتهم. يا رحمن يا رحيم، ارحمهم تحت الأرض واسترهم يوم العرض، ولا تخزهم يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا رحمن يا رحيم، انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، نسألك يا مولانا يا من سمى نفسه الغفور الرحيم الكريم اللطيف بالعباد، نسألك اللهم أن ترحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أمنهم من فزع يوم القيامة وأمنهم من هول يوم القيامة، واجعل أنفسهم آمنة مطمئنة، ولقنهم حجتهم. اللهم لقنهم حجتهم، اللهم لقنهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم وثبت على الصراط أقدامهم وأسكنهم في أعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعلهم من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، واجعلهم مع المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. اللهم اجعل أمواتنا أجمعين من الذين يبشرون بقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الخاشعين، اجعلنا من عبادك المجتهدين، اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين، واختم لنا بالحسنى، اختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.